كده حساب حضرتك 200 جنيه. حبيبتي انا اسف قوي بس انا مش معايا فلوس تكفي. هو لا يهمك يا حبيبي، انا هدفع ما تقلقش. اتفضلي. انا اسف ان انا احرجتك في المحل بس انتي عارفه ظروفي. لا طبعا ما تقولش كده، انا عارفه ان انت لسه مش لاقي شغل وان انا لازم اقف جنبك. بكره هتعرف انا معايا كام في حسابي اللي في البنك، حاولي ما تتصدميش. انت مش محتاج تشرح لي اي حاجه يا عمر، انا كده كده حبي ليك مش هيتغير. لا طبعا مش هسيبه يا ماما، حتى لو معاه نص جنيه برضو مش هسيبه. استني بقى يا ماما عشان الرقم هيظهر، يا رب ما يطلعش معاه رقم قليل قوي عشان ما يتكسفش قدامي. نعم 50. ايه ده انا مش عارفه اقرا الرقم اصلا. لا 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 لا، دي اكيد غلطه، اكيد هم كتبوا لي فلوس واحد تاني بالغلط. عمر اسراء ظهر لك الرقم؟ ايه ده، العربيه الفيراري دي بتاعت مين يا عمر؟ دي بتاعتك، انا جبتها لك هديه. بجد؟ انا برضو عايزه افهم انت كدبت عليا ليه. انا هشرح لك كل حاجه. انا خبيت عليكي عشان بحبك. والله وخليتني حاسب على الاكل في كل مره نخرج فيها عشان بتحبني برضو؟ يا شيخ ده انت خليتني ادفع لك ايجار شقتك لمده 6 شهور. انا عارف انك استحملتي عشاني كتير، وصدقيني انا هعوضك عن كل ده. طب وانت عملت كده ليه اصلا؟ عشان كنت بختبرك. بتختبرني ازاي يعني؟ انا مفيش بنت حبتني او قربت مني الا عشان الفلوس، وانا كان نفسي ولو لمره واحده بس ان بنت تحبني عشان نفسي، عشان شخصيتي، زي ما انت عملتي كده يا اسراء. بس انا خلاص هعوضك، واول حاجه هعملها ان اوريكي بيتي الحقيقي اللي هيبقى بيتنا قريب. بتهزر؟ انت عندك كي اف سي في البيت؟ ايوه، وفي فرع الماكدونالدز في الدور اللي فوق. خلاص سامحتك. ثواني يا حبيبتي هرد على التليفون. براحتك براحتك. وانا بحلم ولا ايه؟ ايه ده اسراء، انا كسبت صفقه مهمه جدا. طب وانت متضايق ليه اسراء؟ انا في حاجه مهمه جدا كنت مخبيها عليكي. انت في خطر، ما ينفعش تقولي لأي حد مهما كان مين إني مليونير. ليه يعني؟ عشان أنا عندي أعداء كتير وهيحاولوا يوصلوا لفلوسي بأي طريقة. طب والناس دي ممكن تعمل فيا أنا حاجة؟ معرفش، بس إحنا لازم ناخد بالنا كويس. أنت لازم توعديني دلوقتي يا إسراء إنك مش هتقولي لأي حد أنا معايا كام. خلاص خلاص، أنا مش هقول لأي حد أيا كان مين، بس أنا ليا عند حضرتك فلوس كتير قوي، وبما إن معاك مبلغ زي ده فأنا عايزة فلوسي دلوقتي. أكيد طبعًا، خدي الفيزا بتاعتي اشتري بيها اللي أنت عايزاه. أشتري اللي أنا عايزاه؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه، بس اهم حاجه ما تقوليش لاي حد. اسراء وحشتيني قوي. غاده انت كمان يا حبيبتي. هو خطيبك فين صحيح؟ عادي يعني في الشغل. ليه اخيرا لقى شغل؟ ده انت كنت صعبان عليا قوي، ما كانش بيشتري لك اي حاجه خالص. لا وكمان كنت بتصرفي عليه. على فكره بقى هو بيشتري لي كل حاجه، وكمان هو اكبر مليونير في مليونير. وكمان هو اكبر مليونير في مليونير. جبتي كل اللي نفسك فيه يا حبيبتي؟ ايوه اكيد طبعا. برضو مش كفايه، خدي انا جبتلك السلسله دي هديه. الله حلوه قوي. ايوه يا غاده، عايزه ايه؟ عايزه اقولك ان كلها نص ساعه وكل الناس تبقى عارفه انه حبيب القلب مليونير. الاوردر وصل يا فندم. تمام، حسابك كام؟ لا ما هو مش انت اللي هتدفعي الحساب، اما نشوف بقى حبيب القلب ممكن يضحي بالفلوس عشانك ولا لا. اسراء انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي الساعه 3 الفجر؟ انا مش اسراء، ولو عايز تسمع صوتها تاني هتحول لي 10 مليار جنيه دلوقتي حالا. ايه قدامك 5 ثواني عشان تقرر، والا لا 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 هحولهم لك. خلاص حولتهم، دورك انك تخلينا اكلمها. عمر انا اسفه، انا اللي قلت الغدا. مش مشكله يا اسراء، انا كنت عارف ان ده هيحصل فعملت حسابي. فاكره السلسله اللي انا اديتها لك هديه؟ ايوه. دي مش سلسله يا اسراء، ده جهاز تعقب. سلم نفسك، المكان كله محاصر.